استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة. ففي مخيم النصيرات استشهد 3 مواطنين إثر قصف الاحتلال منزلا، كما أطلقت آليات الاحتلال النار صوب المناطق الشمالية من المخيم. وفي مخيم جباليا استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال لأحد منازل المدنيين.